اسمها وحده عنوان للفخامة والوجاهة والثراء، يفضلها المشاهير والأغنياء. رولكس العلامة الأشهر على الإطلاق للساعات الفاخرة. فمن هي رولكس؟ ولماذا لا تحقق أرباحاً بالرغم من أسعارها الخيالية؟ في عام 1905 ظهرت شركة رولكس على يد هانس ويلد سيدورف، الصبي الذي تدرب على يد مصدر شهير للساعات في سويسرا وأخو زوجته ألفريد ديفيس، حيث كانا يقيمان وقتها في بريطانيا، وكانا يستولدان ساعات سويسرية ويضعونها في صناديق فاخرة عليها حرفي W&D ويبيعونها للصاغة. في البداية أنتج ويلتسيدورف وديفيس ساعات للجيب فقط، إلا أن ويلتسيدورف صمم على جعل ساعات اليد أكثر دقة، وفي عام 1908 سجل هانس ويلتسيدورف اسم العلامة التجارية رولكس، وإلى الآن يبقى سر اختيارها مجهولاً، بالرغم من أن بعض الناس يعتقد أن الاسم مشتق من كلمة بالفرنسية معناها الساعة المختارة بعناية. ومنذ ذلك الوقت أصبحت شركة رولكس الرائدة في صناعة الساعات في المملكة المتحدة، وفي عام 1912 بدأت رولكس تصنيع ساعاتها في سويسرا، ثم تغير اسم الشركة من سيدورف وديفيز إلى رولكس، وانتقل مقر رولكس من بريطانيا إلى جنيف. وفي عام 1920 انفصل ألفريد ديفيز عن رولكس، وبقيت ملكيتها لهانس ويلد سيدورف. وهنا هل تساءلت يوماً لماذا ساعة رولكس ثمنها فلكي؟ الدقة والجودة في رولكس. رولكس تستعمل في صناعة ساعتها الفولاذ المعروف باسم 904L، والذي يعتبر هو الأغلى ثمناً من أنواع المعادن الأخرى المستعملة في صناعة الساعات، بالإضافة إلى آلاف القطع المعدنية الصغيرة باهظة الثمن. رولكس هي أول شركة تصنع ساعة يدوية تعتمد على نظام شحن ذاتي، كما أنها أول شركة تصنع ساعة يدوية بغطاء عازل للماء، كما أنها الرائدة في تصنيع ساعة يدوية تضيف التاريخ بالإضافة للوقت على وجه الساعة، كما أنها أيضاً أول شركة تصنع ساعة يدوية تبين توقيتين مختلفين على نفس وجه الساعة، بالإضافة لأنها أول شركة تحصل على شهادة اعتماد لتصنيع الآلات الدقيقة لضبط الوقت. جميع ساعات رولكس مصنوعة يدوياً، وتستغرق صناعة الساعة الواحدة نحو عام كامل، لذا تصنع الشركة مليون ساعة في السنة فقط. تعد ساعة رولكس من طراز دايتونا أغلى ساعة في العالم، حيث بيعت بحوالي 17 مليون دولار في مزاد علني. يقال أنه صنع 12 ساعة منها فقط في العالم، وفي المقابل تعد ساعة من طراز إير كينغ أرخص ساعة لرولكس، بيعت بمقابل 3000 دولار. واليوم تقدر أرباح شركة رولكس بحوالي 4 مليار دولار سنوياً، فبالرغم من كل هذه المليارات، لماذا لا تحقق رولكس أرباحاً؟ رولكس منظمة غير هادفة للربح، وأموال الشركة تصرف على تطوير العمل ورواتب الموظفين وتدعيم جميع مدارس الساعات وعلى الأعمال الخيرية ودور الأيتام. وإلى الآن لا يوجد ما يثبت أن مؤسسة ويلتسيدورف تقدم تبرعات خيرية، مما أثار الشكوك حول حقيقة الخيرية التي تقوم بها رولكس. هل هي حقيقة أم تهرب من الضرائب؟ هل يستفيد أبناء المؤسس منها من خلال تسديد ديونهم أم لا؟ كل هذه الأسئلة لا يستطيع أي شخص الحصول على إجابة شافية لها، نظراً لأن القانون السويسري لا يلزم الشركة التي تسجل غير ربحية بالتصريح عن أي معلومة عن أعمالها الخيرية ولا حتى أرباحها السنوية.